منذ أن زارت رئيسة تايوان تساي إنغ وان الولايات المتحدة والتقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي، ومنطقتي الباسيفيك ومضيق تايوان تشهدان حركة كبيرة للقوات البحرية الصينية والأمريكية على حد سواء. نددت الصين بزيارة رئيس تايوان للولايات المتحدة، وانتقل تهديدها إلى مستوى فرض عقوبات على مؤسستين أمريكيتين هما معهد هيدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئيسية بسبب انتهاك مبدأ الصين الواحدة فيما يتعلق بتايوان. ولم تكتف الصين بفرض العقوبات، وبدأت اليوم بإجراء مناورات عسكرية تستمر لثلاثة أيام في مضيق تايوان، تحاكي تطويقاً كاملاً للجزيرة للمرة الثانية منذ زيارة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي. المناورات الصينية بدت ضخمة في حجم القوات المشاركة بها، فقد أعلنت الدفاع التايواني أن 71 طائرة ومقاتلة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان، وهو أكبر عدد من المقاتلات يقوم بعبور خط الوسط منذ أشهر. أما التطور الأخطر بحسب مراقبين فيتمثل في اصطفاف بحري كبير تجريه الصين والولايات المتحدة قبالة تايوان باستخدام حاملات الطائرات لأول مرة، حيث أرسلت الصين حاملة الطائرات شاندونغ ومجموعتها القتالية الضاربة إلى شرق جزيرة تايوان لتبتعد عن سواحل شرق الجزيرة مسافة 200 ميل بحري، وتبدأ أول رحلة تدريب لها في غرب الباسيفيك. وهنا تمركزت حاملة الطائرات الأمريكية نيمتز أمام حاملة الطائرات الصينية بمسافة 200 ميل بحري في اصطفاف وصفه مراقبون بأنه الأكبر من حيث القدرة النارية للقوات البحرية لواشنطن وبكين. فهل تنطلق من تايوان شرارة اصطفاف بحري أكبر يهدد خطوط التجارة العالمية في واحدة من أكبر محركات الاقتصاد العالمي، أم واشنطن وبكين ما زالتا تتفهمان الخطوط الحمراء؟